السلام عليكم. في الحقيقة هذه أول مرة باش نخاطب التوانسة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والاختيار هذا يجي اليوم في إطار توجه نحب تقوم به حكومة الوحدة الوطنية من خلال تحسين السياسة التواصلية متاعها باش تكون أقرب للناس وخاصة الشباب التونسي. وهذا علاش قررت أني دوريا مرة في الشهر نتوجه للتوانسة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم العمل الحكومي والتفاعل مع الرأي العام في المستجدات والقضايا اللي تهم تونس. Long.